طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير، مساء مفعم بكل محبة والسرور بلا حدود. خليكم معاي مستمعينا وأصدقائنا بكل مكان مع طاقات بلا حدود اللي بيطل عليكم كل يوم من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى مدار ساعة كاملة من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. وقبل ما نبدأ موضوعنا اليوم، الموضوع اللي جدا شيق وبهم الجميع، خلوني أذكركم بهيا نزيد الأخضر. أكيد في شغلات كثير في حياتنا من حولنا فيها لون أخضر، علم المملكة لونه أخضر، الشجر حولنا هم لونه أخضر، والأحلى لو كانت قلوبنا كلنا خضراء. كل إنسان له طاقة إيجابية، لو وظفها صح رح يأثر في جيل كامل. تخيلوا جيل كامل، أكيد رح يخدم مجتمعه. ساهم معنا مستمعينا، كلكم ساهموا معنا ومع فريق الأفعال الخضراء على صفحتهم في هيا نزيد الأخضر، وأيضا أبيكم تتشاركون بهاشتاج هيا أندرسكور نزيد أندرسكور الأخضر، ورح أرتويت لكل اللي قلوبهم خضراء وأقول لكم دربكم خضر. موضوعنا لليوم، اليوم رح نتكلم لا تديرهم بل يا ترى شنو؟ وهذا أكيد اللي أبي عارفة منكم، لا تديرهم بل شنو. كل واحد أبي، أنا خليتها فاضي قدامي في تويتر، لكن أبي الكل تشارك معاي. لما تعرفون عن شنو إحنا بالضبط نتكلم، أبيكم أنتم تحطون تكملون النقط لا تديرهم بل شنو. اللي حابين تشاركوا معي في موضوع اليوم شاركوني على أرقامنا التالية، مشتركين الـ STC على 8477700، موبايلي على 640660، وزين 7462622. وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100، صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أم، ويآت أيضا ضيفتنا لليوم الدكتورة ريما أبو حامد وكيلة الكلية الجامعية بالجموم، طبعا حاطان الأكاونت حقها، وآت أيضا أمينة العبد الله. واليوم أبي أقوى رتويت لحلقة اليوم، ونبي كلنا نتشارك في هذه الحلقة. مساك الله بالخير دكتورة ريما، وسعيدة بتواجدك معي مرة ثانية. يا هلا، مساكم الله بالنور والسرور، أنا سعيدة كمان بالتواجد معاكم. لا نديرهم بل 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 ماذا؟ بل ماذا؟ مين نقصد هنا لا تديرهم بل؟ طبعا الإدارة هذه مهنة أساسية عند الإنسان منذ القدم، يعني ما في جماعة إنسانية ما في لها إدارة وإنها تحتاج للإدارة. بس كيف طريقة الإدارة هذه؟ أنا ممكن أنا أدير وأحقق الهدف من الإدارة. إيش الهدف منها؟ تحقيق الأهداف. أنا عندي أهداف، سواء أهداف شخصية أو أهداف للمنظمة اللي أنا بعمل فيها أو المؤسسة، أو أهداف عامة أهداف خاصة، الهدف تحقيقها. صحيح. طريقتي في تحقيق هذه الأهداف هي الطريقة. بل نديرهم بحب، بتفاهم، بعصبية بمزاجية، كل إنسان له نمط معين بيستخدمه في أسلوبه في الإدارة أو في أسلوبه في التعامل مع الناس اللي هو مسؤول عنهم في الإدارة. نعم، وأكيد على هرم أو اللي راح يدير هذول الأشخاص واللي راح يوصل هو معاهم لهدفهم. أكيد. هذا المدير. إحنا اليوم نتكلم عن المدير. أيوة. تقريبا. نعم. هو المدير، إحنا في المدير وفي القائد. كل قائد مدير، ولكن ليس كل مدير قائد. مش كل مدير قائد، لا. وكل قائد مدير. أيوة. ليش؟ طب شلون المعادلة هذه دكتورة؟ القيادة بالأساس ترتكز على العلاقات الإنسانية. عشان تكون قائد لازم تكون مركز على العلاقات الإنسانية ما بينك وما بين الستاف أو الفريق العمل اللي معاك. القائد يكون في وسط فريق العمل، يدعمهم في وسطهم. أنا أكون قائد عندما أكون مع فريق عملي، أتكلم بصيغة الجماعة، نحن هدفي هدفهم، أتحمل المسؤولية قبلهم كمان، أعترف بأخطائي. هذا القائد. الإدارة تعتمد على إنجاز الأداء في وقت معين، تعتمد على الأنظمة، اللوائح، القوانين بشكل صارم. ما في شيء من المرونة يمكن، أو ما في الجانب الإنساني زي ما هو واضح جدا في القيادة. عشان كذا قلنا إنه القائد هو مدير، لأنه هدفه تحقيق الأهداف. طيب حلو، أنت قلتي إنسانية، بس إيش تقصدين بكلمة إنسانية هنا؟ إيش يعني؟ ممكن أنا إنسانية يروح بالي على كذا شغلة، وكل واحد بيسمعنا كلمة الإنسانية بتندرج تحت شغلات كثيرة. تمام. الحين القائد أو المدير هو يقود أو يدير مجموعة عبارة عن أفراد بشر. صحيح. من الناس. طب البشر هذولا ما فيهم علاقات إنسانية، ما في ظروف تحكمهم، ما في لهم أي
أي ظرف طارئ. أنت كموظفة يا أمينة تحتاجي من مديرك تفاعل معك، لو أكيد. عندك المدير أو القائد الناجح يتفاعل مع موظفينه، سواء عنده حالة تحتاج إلى تهنئة، جميل إنه المدير القائد يهنئ موظفين، أحد موظفين عنده مناسبة سعيدة، أحد موظفين لا قدر الله عنده مناسبة أو ظرف حزين أو ظرف سيء، حلو إني أنا أوقف جنبه وأدعمه. هذه علاقات إنسانية. جميل كمان إنه يكون يدعم ما بينهم، ما بين الفريق العمل، روح التنافس الحلوة، روح الأخوة. في روح بعض عجبتني روح الأخوة. أيوة، لأنه في بعض المدراء يسوي نظام فرق تسد، يفرق صحيح. ما بين الموظفين أو يطيع ما بينهم الضغينة والحقد والحسد، علشان يكون هو القائد وعلشان توصلوا الأخبار. هذا القائد الأذن الكبيرة اللي يسمع، المدير اللي يسمع للأخبار. بس أنت ما تشوفين الوصف اللي قلتيه حق المدير دكتورة ريما، يعني ممكن المدير يحس أنه يقلل من هيبته، يقلل من مكانته، يقلل من احترامه. خلينا نقول أني لو كنت إنساني، الإنسانية عمرها ما كانت تقليل من قيمة أحد يا ممكن مينة. هم يتسوي إحنا حنجي طبعا حنتكلم عن أنواع المدراء، حنتكلم عن أنواع المدراء وحنتكلم عن الأخطاء التي يقع فيها المدراء. طيب، لكن الإنسانية مهم جدا. إحنا بشر، وأي قاعدة أو أي نظام أو أي قانون وضع، هذا من صنع البشر، من وضع البشر، إذا قابل للتغيير وقابل للتعديل بدون شك. طب احنا ليش نحتاج المدير؟ المدير عشان الهدف من وجوده. الهدف من وجود المدير. احنا اي جماعه انسانيه بتجتمع في منظمه او مؤسسه او اي مكان، لهم هدف تحقيق الاهداف. لهم اهداف معينه واضحه وموضوعه اساسا، فلهم اهداف انهم يحققوا هذه الاهداف. القائد، انا ما بدي اقول مدير، القائد اللي هو يكون مع ضمن فريق العمل يسعى حثيثا بالانجاز لتحقيق هذه الاهداف. طيب شلون المدير ممكن يكسب اللي حوله او الستاف اللي حوله؟ هم يعني مليون بالمية هذه، يعني وما عليها لغط، ان لو كسبهم معناته راح ان احقق اعلى الاهداف. شلون انا اقدر اكسبهم؟ يعني ما شاء الله انت يعني وكيله، وكنت مديره سابقه، كنت عميده كليه وحاليا وكيله. طيب شلون انا ممكن اقدر اكسبهم دكتوره ريما، لكن في نفس الوقت انا احتفظ بهيبتي كمدير، احتفظ بمكانتي، احتفظ زي ما يقولون ما يتخلى يعني عن إنسانيته، خلينا نقول مقابل الكرسي، يعني زي هالشغلات. حلوة حكاية أن الواحد ما يتنازل عن إنسانيته مقابل الكرسي. أنا صحيح صرت مدير أو قائد ومسكت منصب وكرسي، الكرسي هذا أنا وضعت عليه لتحقيق أهداف الجماعة، لمساعدة الجماعة، مش لي. أول حاجة عشان أنا أكسب اللي حواليا وأنا أكون قائد محبوب أو مدير محبوب من الستاف اللي معايا أو فريق العمل اللي معايا، لازم أحافظ على قيمتي أنا شخصيا أمامهم وأكون مثال لهم. مثلا أنا أبغى أطالب فريق العمل اللي معايا بالالتزام بالدوام والانضباط، لازم أنا أكون ملتزمة ومنضبطة عشان أنا أكون قدوة لهم. صحيح. من المهم كمان كده الاعتراف بالخطأ. بعض القائد أو المدير إنه عيب إنه يخطئ، أبداً مش عيب، إحنا بشر أكيد بشر. معرضين للخطأ. الاعتراف بالخطأ هذه فضيلة وشيء يزيده مكان أو مكانة أو قرب. أيوة لأنه الموظف إذا شاف إنه مديره اعترف بخطأه، هذا يعطي أريحية وراحة في العمل، إني أنا ممكن أخطئ وأعترف إذا مديري أخطأ وأعترف. مع حدود طبعا بالأخطاء أساسا، لو كان في خطة واضحة ونظام محدد وأهداف دقيقة وخطة عمل ومتابعة وتنظيم، الأخطاء حتكون محدودة. صحيح. من الأشياء المهمة كمان في المدير عشان يكون يكسب حب الآخرين، أدعم الموهوبين. حلو. ما أحبطهم. أنا لو جاني موظف وأعطاني اقتراح رائع أو اقتراح بناء لتطوير العمل أو هذا يخدم مصلحة العمل وتحقيق الأهداف، ليش أحبطه؟ بالعكس حلو. أخذ وأشيد له، فلان أعطانا الاقتراح التالي ونسوي دراسة للموضوع وننفذه ونشيد له، هذا حيدعم الآخرين. الله، فلان قدم اقتراحه وعمله فيه، يعطي روح المنافسة ما بين الآخرين. من المهم كمان التفاعل مع الموظفين. كيف يعني؟ زي ما هو الجانب الإنساني، أنا أتفاعل معهم. واحد عنده ظرف، أقدر هذا الظرف وأتفاعل معاه. جاكي موظفي بيستأذن لظرف ما، النظام مرن، الدنيا مرنة وسهولة. من أهم صحيح. صفات المدير أنه يكون مرن، أعرف متى أكون حازم، أعرف متى أكون لين،
أعرف متى أتعامل مع الناس حسب ظروفهم. إحنا مع العوامل الإنسانية مهمة جدا، إحنا ما بنتعامل مع آلات ولا مع أشياء صلبة، مع بشر لهم ظروفهم، لهم أشياء تأثر عليهم، فلازم أنا أتفاعل معها. مهم جدا كمان المراعاة، مراعاة الفروق ما بين الموظفين. حلو. مش كل الناس زي بعض، أكيد مش كل الناس عندهم نفس القدرات أو نفس الطاقة في العطاء أو نفس القدرة على الإبداع أو الإبداع الخلاق. كل إنسان له تخصصه، كل إنسان له مجال، هذا مهم جدا أني أنا أراعيه. مهم جدا العدل. حلو. العدل ما بين الموظفين هذا يكتب. أنا هذه كلمة مرة حيك عليها، لأن الساعات بيكون عندي موظف مثلا مبدع لكن لأنه ما بيحس أنه بياخذ حقه أو ما في عدل، هنا بقتله، أحبطيه جدا، ويصير بعد كذا يقول لك أنا ليش أتعب وأسوي طالما بالضبط. أني أنا أتعادلت باللي جالس ما يسوي شيء، أو زميلي الموظف اللي ما بيشتغل أو ما أنجاز أو ما أعطى غير الواجب اللي عليه فقط، الإجراءات اللي مطلوبة مني. مهم جدا من المدير أنه يكون واضح أمام موظفينه، بمعنى أنا أجيب الموظفين بداية السنة وأشوف أعطيهم أنت مطالب مني بكذا وكذا، واحد اثنين، أعطيهم نقاط. حل. هذه النقاط اللي أنا حقيمكم عليها. لما أنا أعطيهم بنود واضحة حتكون واضحة أمامهم، ساعتها أنا حيكون تقييمي لهم عادل، ما ظلمت أحد. صحيح. وهم حيكونوا مرتاحين في العمل. صحيح. حيكونوا حاسين بأمان أنه المدير ما حيظلمنا لأنه حدد لنا نقاط معينة. حتى بعد ما أعطيه التقييم أنا ممكن أناقشه، أنت قلت كذا، توضح الرؤية، الموظف حيكون شاعر بالأمان. صحيح. عموما احنا رح نطلع فاصل، كان نرجع نواصل معك دكتورة ريما. مستمعينا الكرام، كل اللي قاعدين يسمعون الآن أبيكم تتفاعلوا معنا في موضوع اليوم، لا تديرهم بل بل شنو يا ترى؟ كل اللي على صفحتنا بتويتر أبيكم تتشاركون، أكيد كل واحد في عندك عنده مدير، لا تديرهم بل، وجه الآن رسالة بالضبط، رسالة لمديرك، لا تديرهم بل، شنو يا مديري؟ يلا شاركونا على أرقامنا التالية عبر الأسماس مشتركي الاستيسي على 84770 موبايلي 640660 وزين 746262، خط هاتفنا المباشر والمجاني اللي حابين طبعا يتواصلون بأي سؤال أو استفسار على الدكتورة ريما أبو حامد وكيلة الكلية الجامعية بالجموم على 012-61-61-100، صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أف أم وآت دكتورة ريما وآت أمين العبدالله. ويلا يعني في بدايتكم من جد مشكورين على هذا الرتويت، فايزة ويراشد رضوان وأبو العز محمد زبيدي وأنس كلينتون ولولي ومنه بعد مودة غزاوي وهتان محمد وأمين العبدالله وأدميرال الظلام. فاصل الأذان صلاة الظهر ولنعود أخرى. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمين العبدالله. مساكم الله بالخير وعساكم على القوة، رح فيكم مرة ثانية بطاقات بلا حدود اللي بيطلع عليكم كل يوم من يوم الأحد إلى يوم الخميس وعلى مدار ساعة كاملة من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. وأقول لكل المستمعين اللي كانوا معانا من بداية حلقة اليوم وأيضا اللي انضمونا بهذه اللحظات، تقبل الله منكم يا رب جميعا، حياكم الله. أذكركم أن موضوع حلقتنا لليوم عن لا تديرهم بل، بل شنو يا ترى؟ ما شاء الله يعني تفاعل حلو، بدأوا في تويتر يتفاعلون، شنو تبي مديرك؟ يلا الآن وجهوا رسائل لمدراءكم، لا تديرهم بل شنو؟ يعني أشياء رح نقراها إن شاء الله لأنها أكثر من روعة. أيوه. ضيفتي معايا اليوم الدكتور ريما أبو حامد، وكيلة الكلية الجامعية بالجموم، اللي حابين تشاركوا معايا في حلقة اليوم مشتركي الاستيسي، إحنا بنتظركم على 84770 موبايلي على 640660 زين 746262، خط هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100، وأيضا صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أف أم وأيضا @دكتورة ريما only only شنو يا دكتورة؟ only for me. only for me، حلو والله. وأيضا @أمين العبدالله. وأيضا أكيد الشكر لكل الشباب والصبايا اللي قاعدين يرتويتون لحلقة اليوم، سندريلا وعبد الرحمن الفليج وأيضا مجدي أن عاشق السفريات وفايزة، يعني من جد شكرا لكم. دكتورة ريما قبل ما نستكمل خليني أخذ أبو العز محمد الزبيدي، أنا قلت لهم كملوا. أيوه. كم إحنا خلينا مفتوحة أنا وإنتي، لا تديرهم بل. صحيح. نبغى نشوف وجهة نظرهم للمدراء إيش يبغون منهم. أبو العز إيش كتب؟ كتب لا تديرهم بل، حبهم، دلحهم، بل خاويهم، ادعمهم، بل ساندهم، بل اسعدهم، بل حببهم في العمل. ختمها بكلمة مرة حلوة،
بل ارفع رواتبهم. عجبتني أيضا روادة، روادة بيقول بل أعطهم الثقة وعلمهم كيف يديروا أنفسهم. رائع رائع، وهذا دور القائد إنهم يخليهم يديرون أنفسهم. القائد هو معهم في العمل وبيأخذ رأيهم ومشورتهم، وهم كفريق عمل واحد هو ضمن الفريق. حلو. فبيأخذ رأيهم. القائد زي ما قلت لك يقول لهم إيش رأيكم نسوي كذا، يا سلام ما رأيكم لو نفعل كذا، بيأخذ رأيهم. هذه إدارة، هم بيديروا نفسهم بيشاركوه بالإدارة. حلو. ميمو أيضا نفس الكلمة قالت، قالت بل أجعلهم يديروا أنفسهم. جميل. طب هذا ما يحسس المدير ممكن إنه رح يأخذوا من مكاني أو رح يأخذوا من هيبتي مثلا؟ خلينا نقول أبدا هيبة المدير أو القائد ما حتتحرك، لأنه هو في مع الفريق بيحسسهم بالأمان. وجود القائد معاهم في نفس الطريق مستعد لمواجهة المخاطر، مستعد لتحمل الأخطاء معاهم، هذا بيشعرهم بالأمان بالعكس، وبيشعر الألفة بينهم وبين قائدهم. حلو. شيء جميل جدا أن القائد يكون معاهم ومخاويهم. أيوة. علي عبد الوهاب يقول بل اجعلهم يشاركون في قراراتك. القرارات حلو، طبيعي لازم القرار يكون مشترك ما بين هذه. القائد، القائد الفعال قراره نابع من ضمن روح الفريق العمل. أنا بشارك، باخذ بعض، بسوي اجتماع وأجمع آراء، أسوي زي عصف ذهني يسموه، ونأخذ آراء الجميع ونشوف إيش الحل الأمثل للوصول للمشكلة، بحيث أنه الكل، إحنا ما إحنا قلنا هو فريق عمل متكامل، إذن لازم الكل يكون متحمل هذه القرارات أو المسؤولية. هو القرار النهائي، الاختيار النهائي حيكون للقائد، بس برضو شارك الجميع في أخذ آراء مختلفة، والاختيار النهائي أو القرار النهائي يصدر من القائد. حلو. الشريف خالد العبد اللي بيقول تديرهم بل وجههم، لأن نظرتي للمدير موجه أو مشرف، ولكن بدون التجريح في من تحت إدارته مهما كان. طبيعي طبيعي، لازم القائد ما يجرح موظفيه، حتى لو في موظف أخطأ لازم أنا أوجه له اللوم أو التصحيح بدون جرح وبدون تعنيف، مش أمام الآخرين كمان. ممكن يكون بطريقة ودية بيني وبينه، ونصحح الخطأ مع الجميع بحيث أنه ما يتأثر نفسيا. وفي نفس الوقت كمان لو في موظف أجاد وأحسن، أنا أمدحه وأوجه له شكر أمام الآخرين لأنه أنجز وأعطى عمل جيد. نعم. الوقت للأسف بدأ يداهمنا، اتصلت ما شاء الله وفي تويتر متفاعلين، أنا حضطر أني أشجح سؤال. إحنا كنا مقررين نتكلم عن أنواع المدراء. يعني بطريقتك أنا يعني فاجأتني من جد دكتورة ريما، لكن أنا هذا رح أخليه حلقة، خليه حلقة الحالة إن شاء حلقة الله بإذن الله. طريقتك غير صراحة، نتكلمت عن أنواع المدراء بس أنت جايبتهم بطريقة رائعة، الله يسعدك، فحرام أني أخذهم على السريع. خلاص. لكن خلينا نختم عشان نأخذ نستقبل اتصالات وتويتر وإسم إس. الأخطاء اللي ممكن يقع فيها المدير، أنت قلتي هو في النهاية إنسان مثلي مثله. أول حاجة قبل ما أحط الأخطاء، لازم نعرف، أو زي ما أنت قلت يا أمينة، أنه المدير هذا هو إنسان. المدير هذا هو محط الأنظار في أي إدارة أو دائرة أو مؤسسة. هو محط الأنظار، يعني هو اللي مطالب بالإنجاز. لو في خطأ اللوم عليه، ما حد حيطالع للموظف، حيطالع للمدير كجهة مسؤولة. المدير مطالب بإنجازات، مطالب بتحقيق أهداف، عشان كذا هو عليه ضغوط. حلو. وهو بشر في النهاية، إذا ما كنا فريق معاه لازم ما ألوم. حتى لو أنا دوري لو شفت إنه في مديري أخطأ في شيء معين، ولو هو أساساً قائد متعاون ومتفهم ومرن، أجي أفهم وأقول له معليش أنا شفت هذه ما فيها شيء. هذه روح التعاون أو الحب ما بين الفريق العمل. بس هو مش كل ممكن المدراء يتقبل، مش كل المدراء يتقبل. إحنا قلنا القائد المثالي أو الفعال. حلو. القائد الفعال هذه بيئة عمل مثالية. حلو. ما بينه وما بين الموظفين. من الأخطاء اللي يقع فيها المدير أو القائد أو المدير، أنه يتعامل مع الأفراد وفق نظرية الأكس، أنه أنت مخطئ إلى أن تثبت العكس. هذه قوية، هذا خطأ جدا، هذه قوية، هذه نظرية الأكس. هو في متعامل فيه المدير القائد الفعال يتعامل مع الآخرين وفق نظرية واي، أنت جيد أو أنت ممتاز إلى أن تثبت العكس. أتعامل معك لأنك أنت موظفة ممتاز بحسن الظن إلى أن تثبت العكس. القائد الفاشل أو الأخطاء اللي يقع فيها القادة، أنت مخطئ إلى أن تثبت للعكس. هذا تحطيم دكتورة ريما. تحطيم، طبعا تحطيم. خلاص أنا أنهيت الموظف حتى لو كان ممكن يجي منه زي ما يقولون. طيب أنا حطلع فاصل سريع، لكن غسان الشريف كاتب تويتة مرة حلوة، لا تديرهم بل استغلهم لتحقيق أهدافك تماما، كما فعل الناجحون أمثال ستيف جوبز. روعة. رح نطلع فاصل لكن رح نرجع نواصل معكم ومع طاقات بلا حدود، فأبقوا معنا.
بطاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. دكتورة ريم، احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن وصلنا لسؤال الأخطاء اللي ممكن يقع فيها المدراء. انت قلتي في نظرية الاكس وفي نظرية واي. الواي هذا يعني الاكس والاكس لين يكون سيء أو لين يثبت العكس، والواي العكس. العكس انا احسن الظن فيك الى ان تثبت العكس، وهذا هو الصحيح. انا اتعامل معك بحسن الظن الى ان يثبت العكس لي. صحيح. مستمعينا الكرام، في طبعا ابيكم كلكم اللي على تويتر، الشباب والسبايا اللي على تويتر، لا تديرهم بل، هذا موضوعنا لليوم، لا تديرهم بل. لا تديرهم بل شنو؟ يلا كل واحد يكتب عن مديره شنو يتمنى انه يكون ايش، او انت من وجهه نظرك شنو المفروض لا تديرهم بل شنو بالضبط. طيب ايش بعد في اخطاء ممكن يقع فيها المدراء دكتوره؟ من الاخطاء اللي بيقع فيها المدراء انه المدير يسمع للشائعات، يفتح اذنه للشائعات، او الاذن الكبيره اللي هي تفتح، المدير اللي يفتح اذنه لكل كبيره وصغيره في الاداره. النوعيه هذه من المدراء عيونها اذنها مكان عيونها. أيوه. يسمع يرى باذنه. فهذا خطا كبير، اكيد خطا كبير، ويوقع المدير في مشاكل شديده ويكسب بغض ما ادري، احس انه يخسر بالعكس يمكن مجموعه من موظفينه، بالذات لو كانوا مثلا خلينا نقول اكفاء، لان اكيد ناقل الخبر الا يا يبهر أو من وجهة نظره أو ناقل بيدي. الخبر دائما ينقل الخبر من رؤيته الشخصية، هو ما حينقلها كما حدثت أو كما وقعت، أكيد إلا ما تكون له نظرته الخاصة فيه، وما حرص الشخص ما يحرص على نقل خبر للمدير إلا وراء مصلحة له. يا هذه أنا يعني أحييكي عليها، لأن من جد يعني أنا شلون أعطي ثقتي دكتورة ريما الشخص ممكن ينقل لي خبر؟ طب ممكن الشخص هذا اللي نقل لي الخبر يكون بينه وبين الشخص هذا حزازية، غيرة، حسد، ما يخلى مكتب العمل الشغل ما بين الموظفين. فعلا أمينة ما حد ينقل خبر إلا وله هدف. أعطيته فرصة. أعطيته فرصة بالضبط. طيب طيب الأخطاء كمان أن المدير يجعل للمصالح الشخصية باب مفتوح في تعاملاته في العمل. المصالح الشخصية هذه تقتل دورك كقائد. حلو. لازم أنا ما أبدي مصلحة الشخصية. إحنا فريق عمل واحد. إذا مصلحة الفريق، مصلحة الدائرة اللي أنا فيها أبدأ من مصلحة الشخصية. حلو. الشيء الثاني كمان من الأخطاء اللي يقع فيها المدراء التكبر أو العنجهية، بحيث أنه ما يتقبل أي إشارة أو إشادة أو توجيه من أحد الموظفين. إحنا بشر وبنخطئ، فمن باب أولى أنه لما أنا أخطئ أتقبل التوجيه من الموظف اللي عندي. بس ما عندنا كذا، ما هو هذه ما في روح، هذه ثقافة. أنت تقبلي وقت المديرة كنت تتقبلي؟ أتقبل أتمنى أمينة أتمنى أحد من الموظفات اللي كانوا معاي يشتغلهم يتصلوا ويتكلموا عشان لأن طيب نكمل. طيب. من الأخطاء اللي يقع فيها المدراء إصدار الأوامر، إصدار الأوامر، إصدار الأوامر. طالما طول النهار. طب هذه مهنته، مش مهنته أنا يصدر أوامر؟ إحنا ما نصدر أوامر، نحن نطلب. كيف يعني؟ في فرق بين الطلب وفي فرق بين إصدار الأمر. أنا ممكن أقول لك أمينة أعطيني الورقة، أمينة لو سمحتي ممكن تعطيني الورقة، هذا طلب ولك أمر. بس هذا يمكن أحس هذه الدكتورة ريما تعتمد على الشخصية. طيب ما هو لازم القائد يكون يطوع نفسه. إحنا إيش فائدة الدراسة؟ إيش فائدة التدريب؟ إيش فائدة تطوير الذات وتطوير المهارات اللي عندنا؟ إحنا بنطور مهاراتنا، ومش عيب إن أنا أعترف إنه عندي خلل ما في أي سلوك من سلوكياتي أو مهاراتي، وأطورها وأعلم نفسي الشيء الصحيح. هذا المهم، إن أنا أقيم نفسي وأتعلم الشيء الصح. حلو. حتى الطفل الصغير يا أمينة، أنا لما بجي للطفل الصغير أنا ممكن أخذ منه الشيء بطلب بأسلوب سليم، وبالأمر والصراخ ممكن ينفر مني ويرفض تنفيذ طلباتي. أكيد. فما بالك بموظفين. إنزين إحنا نفتح الاتصالات دكتورة ريما، لكن حصة عبد القادر بتقول لا تديرهم بالاسمع لهم والاحتياجاتهم وكون قريب منهم، إنسانة متعقدة من مديرتها. وهذه من صفات القائد الإنصات. حلو. إحنا لو كملنا العيوب، عيوب القائد إنه ما يسمع لموظفينه لمشاكل، مش يسمع لهم بحيث إنهم ينقلوا أخبار عما يدور في الشركة أو في المؤسسة. مشاكلهم مثلاً. لا، يسمع لهم لو عنده فكرة تطويرية، لو عنده مشكلة، لو عنده أي حاجة أنا أسمع له، أنصت له هو شخصياً. مش للشائعات. بالذات إذا صارت هوشة في المكتب. أسمع لجميع الأطراف. بهذا اللي أنا أتمنى فعلاً من كل المدراء. يسمع للطرفين عشان يكون الحكم
عادل بالضبط، لان كل واحد اكيد انه حيشوف نفسه هو البريء وحينقل المشكله من وجهه نظره، مثل ما حضرتك تفضلتي قلتي رولا، بتقول لا تديرهم، حاول انك تتفهم شخصياتهم وكن ذكيا في حديثك مع كل منهم، لان لكل منهم اسلوب مختلف يفهم فيه ويرتاح له. شكرا جدا يا رولا، جدا رائعه. ايوه قلنا مراعاه الفروق الفرديه بالضبط، رح نبدا الاتصالات. يلا شاركونا مستمعين الكرام اللي حابين تشاركوا معنا عبر الاس ام اس، طبعا لكم الاولويه اللي عبر الاس ام اس مشتركين اس تي سي على 84 7700 موبايلي 640660 زين 7462622 خط هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100 صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @@FM @onlyforme وأتمين العبدالله. رح نبدأ الاتصالات معنا. واحد يقول شو الفرق بين المدير والقائد؟ قالتها دكتورة ريما شو الفرق بينهم. ناخذ أبو ماجد. أبو ماجد، ألو يا أبو ماجد، ماكو أبو ماجد؟ أبو ماجد، طب ناخذ راشد، أخوي راشد. السلام عليكم. وعليكم السلام، رح تطلب بركة. السلام، تفضل أخوي. مساء الخير. مساء الأنوار، تفضل، من وين؟ من السعودية. طيب تفضل، يلا تفضل، ما أنا مشكلة. أنا عندي شو اسمه، عندي رأي في هذا الموضوع متواضع يعني. تفضل. أعتقد إن الاحتواء هو الأهم في الموضوع، يعني خصوصا في موضوع الإدارة والقيادة. لأن المدير إذا ما كان، يعني أنا أطلب من المدير أنه يكون يحتويني، عرفتي؟ هذا هو المهم. الأمور الأخرى وأيضا المدير، يعني أنا كذا وجهة نظري أنه يجب يكون هادئا، يعني يتوفر لديه سمة الهدوء، هذا اللي يعني أتصوره. لأنه إذا ما كان المدير هادئ ويعني كان مدير مثلا انفعالي او عصبي، انا جربتها كثير يعني. انا توني كنت بسالك يا راشد، اقول شلون مديرك معاك، شلون معاك مديركم؟ لا بالعكس، انا يعني المدير حقي بالعكس مره 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 طيب الحمد لله. يلا طب وجه له تحيه يا راشد، فرصه. تحيه للدكتور عبدو العميد حقنا، وله قبله على الراس ما شاء الله. لكن انا اقصد يعني ايش، بعض الشباب بعض الزمن اشوفهم يعني يكون عنده يعني توتر على طول كذا، ما تنفع الاداره، عرفتي؟ نعم. شكرا لك يا راشد. في النهايه هم جروب واحد اكيد بدون شك، مصلحتهم تصب في مكان واحد. شكرا لك يا راشد. سلمينا على ريما ابو حميد. ابشر. طب شكرا. شكرا ابو ماجد، يعطيك العافيه. ناخذ احمد الزهراني. احمد السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا احمد، يا هلا بك. حابة أمسي عليك وأمسي على الضيوف اللي عندك. شكرا لك. إيش رأيك لا تديرهم بل شنو يا أحمد؟ والله شوفي، هو في عيوب في المدرة، أوكي أنا واجهتها كثير، اللي هي عندك أول شيء وحط عليها تحت 1000 خط أنه يمن على الموظفين، مثلا يفزاله في موضوع، بعدين يجي يمن علي، أنا سويت لك كذا، أنا فعلت لك كذا، أنا وقفت معك، خلاص الموظف بيمل، بيقول له وش ذا يعني فزالي مرة، بيقعد يمن علي كل شوي، يعني صعبة هذه. هذه أول نقطة. النقطة الثانية يحط الزمالة والصداقة داخل العمل. هذه النقطة الثانية. طبعا النقطة الثالثة اللي هي المصلحة، يتمصلح مع شخص ثاني أوكي، ويعطي مميزات ويعطي استئذانات ويعطي لي بإجازة عادي، مو مشكلة، أهم شيء إيش إنه الموظف هذا يمشي موضوع إيش المدير، هذه المصالح اللي ما تكون مصالح بالضبط. إيه بالضبط. أحمد، هذه كل النقاط. نعم شكرا لك يا أحمد، وأنا جدا يعني طولت علينا كم يوم ما سمعنا صوتك، بس شكرا لك على المشاركة. يمكن أحمد قال شغلات فعلا هذه حقيقية. أيوة بتصير. إحنا قلنا أنا من النقاط اللي قلت لك إياها إنه من الأخطاء اللي بيقعوا فيها المدراء المصلحة الشخصية. أنا مقابل مصلحتي الشخصية ممكن أمشي شيء معين خاص، رغم أنه هذا خطأ جدا. الزمالة والصداقة داخل العمل لازم أنا أفصل، أوكي أنت خارج نطاق العمل صديق، لكن أنت في العمل موظف وأنا مدير، وفي النهاية مطلوب مننا إنجاز عمل وتحقيق أهداف. حلو. إذا لازم يكون في فصل ما بينها. بالذات إذا عرفوا حتى الموظفين إن زميل فلان أو فلانة. تمام أكيد. يعني بيصير في نوع من الحساسية. في نوع من الحساسية، وزي ما قلت لك القائد أو المدير هو محط أنظار، محاسب. صحيح. في النهاية. كمان حكاية إنه المدير يمن، إحنا في البداية قلنا إنه القادة علاقة إنسانية. حلو. لازم تحتوي على إنك تأدي
خدمات للآخرين أو تراعي مشاعرهم أو تقف معهم في ظروفهم الخاصة، هذه من سماتك كقائد. فكيف أرجع من هذه من الأخطاء اللي يقعوا فيها؟ كمان الأخ أبو ماجد في البداية قال إنه يكون هادئ أو يحتوي، الاحتواء هو من ضمن العلاقات الإنسانية هذه اللي تكلمنا عنها. وفي سمات للقائد إحنا ما تطرقنا لها، ممكن نتطرق عليها بعدين مع أنواع سمات القائد. من سمات القائد أشياء كثير، من ضمنها إنه يكون هادئ وعنده قدرة على ضبط النفس والتحكم بالأعصاب. أكيد مبيع لو كان مدير عصبي ما حد حيقعد في المكتب. نأخذ أبو فراس. أبو فراس. نعم السلام عليكم. يا هلا عليكم السلام، من وين يا أبو فراس؟ من جدة. من جدة مرة خوي الشدة. يا هلا يا أبو فراس. أبو فراس أنا والله بخبرك عن موضوع. أنا أخذ مرة شغال مع واحد في الرياض ومؤسسة وكان الرجال هذا عندهم موظفين من قبل يعني وأنا جيت، لما جيت هناك عندهم العمال صاروا كلهم يستحقروني ينظروني ليه بنظرة يعني مزدرية مرة. وأنا كان عندي خلفية في الشغل في الإنتاج في العمل. طيب. يعني حتى انه كان صاحب العمل يتشائم منه يخاف مع الاستمرار شويه يعني لما شاف صاحب العمل مجهودي في العمل والدخل والمكاتب اللي ادخل انا صار ايش هو حط مثلا كان يخليني اداوم من الساعه 11 الظهر وكان يعاملني معامله صار معامله جدا رقه كان حتى لما كان يشوفني مضايق ولا شيء كان يقول لي هذا يفتح سيارتي. يلا وجه له تحيه ابو فراس. الخميس واطلع. يلا وجه له تحيه. وجه له تحيه يا ابو فراس. الله يعطي العافيه. والحين انا صار عندي مؤسسه ما شاء الله النظام اسير اعامل عندي 12 موظف وعاملهم معامله جدا 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 رائعه. شكرا. العامل لما تعامله معامله رائعه يعطيك انتاج يعطيك اخلاص العمل يعطيك احترام هذا الهرم حقه. صحيح. شكرا لك يا ابو فراس. يعني المدير السابق كان صار قدوة له. شوف سبحان الله، هو في البداية رغم أنه في البداية ما كان مدير جيد أو ما كان قائد، لكن هذه نظرية أبو فراس اللي أيوة عليها. لكن أبو فراس هذا استخدم معه نظرية إكس أنه أنت سيء إلى أن أثبت جهده، لكن هو أبو فراس أخذ التجربة الجيدة وطبقها مع موظفينه. حلو. نشكرك. أكيد رح نطلع فاصل سريع دكتورة ريما، لكن أكيد رح نرجع نواصل معك ومع مستمعينا الكرام. وأكيد ألف تحية لكل أصدقائنا وأحبتنا في صفحتنا بتويتر اللي قاعدين يدعمون حلقة اليوم، إيه العمودي ومحمد اليافي وأيضا محمد الجهني وفهد الدروي وأيضا بدر البدور في ديتك يا بدورة وضي الابتسامة حبيبتي أيضا والغازي وأيضا همس العيد وسندريلا يعني من جد عبد الرحمن الفليج، كلكم شكرا لكم على رتويت حلقة اليوم. يلا لا تديرهم بل شنو، أبي أعرف منكم لا تديرهم بل شنو، شنو تبون من مدراءكم؟ فرصة اليوم اكتبوها على آت ألف ألف أف أم وأتمين العبد الله وآت أونلي فور مي، وشاركونا على أيضا عبر الأسمس اللي حابين تشاركوا معنا من مشتركي الـ STC على 84777 موبايلي 640660 زين 7462 62. فاصل ونواصل. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. وحلقة اليوم لا تديرهم بل، يا ترى لا تديرهم بل شنو؟ أبي كل اللي بسمعونا اليوم يتشاركون معانا طبعا حلقة خاصة للمدراء. أنت شنو رسالة توجهها لليوم؟ فرصة رسالة توجهها لمديرك اليوم لا تديرهم بل، أو أنتم من وجهة نظركم لو أنتم ممكن كنتم مدراء شنو اللي راح تكملون في الفراغ؟ فهد الغريبي ألف شكر لك يا فهد بصفحتنا بتويتر لكل الأصدقاء وحبتنا اللي قاعدين يشاركونا في حلقة اليوم وأيضا اللي قاعدين يرتوتون لحلقة اليوم على آت ألف ألف أف أم وآت أونلي فور مي وآت أمينة العبد الله. وأيضا اللي حابين يطرحون أي سؤال أو استفسار على الدكتورة ريما أبو حامد وكيلة الكلية الجامعية بالجموم عبر الاسمس مشتركين الSTC على 84777 موبايلي 640660 زين 7462 62. خط هاتفنا المباشر المجاني 012-61-61-100. طيب في واحد دكتورة، أنا راح أخذ اتصالات بس في واحد فاصل ونواصل كاتب أرجوك لا تصدق كلمة تسمع أو اتركني أنقل. أنا ما أدري هل هذا يوجهها للمدير؟ يمكن رسالة للمدير. بالضبط. وهذه مشكلة المدراء اللي زي ما قلنا اللي عند المدير الأذن الكبيرة اللي يسمع يسمع من الآخرين يسمع من الطرف المعني، حتى لو وصلتك معلومة تأكد منها، ابحث عنها هل هي صحيح هل هي مضبوط، عشان لا تحكم أو لا تتخذ قرار بناء على معلومة خاطئة أو شائعة مش مضبوطة. هذا أنا حسيت صراحة قايل كذا عشان كذا قلت خليني أبدأ فيها بصراحة أو اتركني أنقل، شكله يبي ينقل بس مو بلاقي.
نرجع للاتصالات. معنا فهد، لسه معنا فهد على الخط. فهد الو، السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام، تفضل اخوي. كيفك اختي امينه؟ الحمد لله تمام. احب امسي عليك وعلى ضيفتك الكريمه. شكرا لك، تفضل. انا والله صراحه يعني ما عندي سؤال، بس تذكرين يا اختي امين لما قلت لك انا قدمت على وظيفه وقالوا لي 4 أشهر وبعد كذا هنستغني عنك؟ اعتقد فهد زهراني انا. ابشرك اختي امينه، لا هم معنا عقود وعلى طول مدى الحياه. الحمد لله. الحمد لله، بشرى خير. شو اسمه، بس ان مديرنا يعني كيف اقول لك ما يستثمرنا صراحه، ولا في والله في ناس شباب معانا اقسم لك بالله يعني لو تعطيهم شويه اهتمام والله يستثمرون معك. هو كله عصبيه عصبيه بعصبيه، انا افصلكم انا اسوي جدا يعني. المشكله يعني احنا نشتغل في مكان يعني معروف دوليا ومحلي. طيب اول شيء الف مبروك، وجدا سعدت بهذا الـ 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 يعني الخبر، ويا رب ان شاء الله بكره تكلمنا مو تقول انا وقعت عقد، تقول انا صرت رئيس قسم او مدير إن شاء الله. يعني انا جدا اسعد بهالمشاركات، والرد اقسم لك بالله يا اختي امينه اني انا اقدرك واقدر برنامجك الرائع. شكرا لك، بس اجابه سؤالك هذا، مديرك العصبي راح اترك عند دكتوره ريما لان هي ما شاء الله خبيره في الاشياء هذه، هي اللي ضايع فيها. تفضلي دكتوره. بالنسبه لفهد، اول شيء نبارك له ما شاء الله تبارك الله على الوظيفه. المدير اللي يهدد موظفينه بأن حفصلكم أو طول النهار، هذا يفقد الأمان الوظيفي. فالموظف ما حيكون له انتماء للمكان هذا. أنت عارفة الموظفين هذا لو لقوا مكان ثاني يشعروا فيه الأمان، على طول حيتركوه، يبدأوا يتسربوا من الوظيفة هذه لأنه ما في أمان وظيفي. هذه من الأنماط المدراء، المدير العصبي اللي ينقل مشاكل وهمومه داخل العمل ويتصرف مع الموظفين بعصبية. حلو. طبعا هذا من النماذج الفاشلة أو اللي نبى نتخلص منها إن شاء الله. وننصح المدراء بأنهم يكونوا، هذه رسالة أنا بوجهها لكل قائد أو كل مدير، اعمل لما بعد الإدارة، خلي لك مكان بين الناس اللي أنت حترجع تكون واحد منهم. صحيح. أنت في يوم من الأيام كنت بينهم وصرت قائد أو مدير، حترجع تكون بينهم في يوم من الأيام، العجلة بتدور. أكيد. فاعمل لهذا المكان، ارجع مكان وانت في محبوب. نعم، يعني أكيد احنا مرة أكيد علينا مدراء ورؤساء أقسام يمكن بكينا على خروجهم. صحيح. وفي ناس يمكن نبي نبكي عشان بيطلع، لكن أكيد في مدراء يعني أثروا في نفسياتنا فعلا. أكيد. يعني أتذكر في ناس يمكن برا ألف ألف يعني بكينا على خروجهم انهم طلعوا. صحيح. زي ما قلتي انت الانسانيه كانت كثير. أيوة. كثير قريبه. العامل الانساني مهم جدا. طب ناخذ احمد حرب. احمد هلا. هلا بك زودي احمد، تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله تمام. شلون مديرك؟ ربنا يخليك سلامي. بس انتوا النهارده موضوع الحلقه بجد يعني مش عايز اقول لك اكثر من مميز. شكرا لك. ده بالعكس جاء على الجرح يعني. طب يلا شنو تبي تقول لمديرك؟ لا تديرهم بل شنو؟ لا لا والله، ده انا لو احكي لكم، انا اتنقلت الفرع اللي انا فيه ده من حوالي 6 شهور. المدير بتاع اول ما جيت يعني كل الشغل كان بيرميه عليا ويحمله عليا واعمل، وانا طبعا عشان عارف الشغل فكنت برفض، ده مش شغلي. فليه اعمل شغل مش شغلي؟ فكان بيرفع فيها تقارير وحاجات يعني مش عايز اقول لكم، كان بيظلم بصراحه، وكان بيقول بيعمل مشاكل على الرغم ان الحاجات دي ما كانتش حقيقيه. طبعا انتوا عارفين عشان كان الرفض. فصبرت الحمد لله الحين دلوقتي يعني مش عايز اقول لك، يمكن لو ما طلب قبل ما اطلبه كان بينفذه بصراحه يعني. طيب. أنا عايز أقول لأي حد لازم أن يصبر على مديره، ممكن فيه سوء فهم يحاولوا يقعدوا مع بعض ويتكلموا. المدير طبعا بيبقى مصلحة الشغل، أحيانا في مديرين مصلحة شخصية، لكن مع مرور الوقت بيتفهموا بعض، وده بيبقى في مس أندرستاند دايما، يحاولوا يلاقوا نقطة تقربهم من بعض. نعم. شكرا لك أحمد. ناخذ عبد المجيد اللي حناخذ الاتصالات لأن الوقت بدأ يدهمنا خلاص. عبد المجيد ألو. هلا مساء الخير. يا هلا مساء النور، تفضل دكتورة ريما. الحمد لله، تفضل. أمسي عليك على الدكتورة ريما اللي أحسها قيادية، ما أدري ليش. ما هي قيادية أساسا، هي قيادية عبد المجيد، هي كانت قيادية بقوة بعيدا عن الإدارية. وعلى فكرة وكل الصف حقينها بكى لما طلعت من المكان اللي هي كانت فيه، أنا أقولها يحق لهم صراحة. حق لها دام لها قيادية، حق لها زي ما إحنا بكينا على فراق مدراء قياديين الصراحة، وقعنا في مدراء كأنه يعني زي الجهاز الآلي، اللهم منفذ للأوامر فقط بدون أي مرونة. هذه المشكلة، هو هذا الفرق بين القيادي والإداري. صحيح. نعم. طيب أحب طب شكرا لك عبد المجيد، جدا سعدنا في هذا الاتصال.
ناخذ محمد عبد الرحمن. ما شاء الله الاتصالات دكتورة ريما ما شاء الله. يلا ناخذ محمد عبد الرحمن. محمد يا هلا يا هلا مساء الخير. يا هلا مساء الانوار. حياك الله يا محمد. الله حييك. كيف حالك يا امينه؟ الحمد لله تمام. تفضل يا محمد. الله امسي عليك وعلى ضيفتك الكريمه. شكرا لك. يا اولا بعض المدراء وبعض الرؤساء يبغى له دوره في الاداره. طيب ايوه، لان ما يعرف يتعامل مع الموظفين ولا مع المراجعين، وبعض المدراء يعني يحسب ان الموظفين كلهم واحد يعني. صحيح. نعم شكرا لك يا محمد، يعطيك الف عافيه. طبعا محمد ان شاء الله انا ماني غلطانه، محمد من حايل او من بريده، اي واحده فيه، هو كلها منطقه واحده عموما. يبغى لهم دورات يحتاجون. المشكله يا امينه انه الاداره او القياده مش شهاده، مش شهادة علمية أنا أحصل عليها فقط، هي مهارة. ما حلو. وأي مهارة تكتسب. حلو. أنا ممكن أخذ دورات. القائد عنده لازم يكون عنده قدرة على التواصل الفعال، عنده قدرة على الاحتواء، عنده قدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين، الإنصات، هذه كلها مهارات أنا أكتسبها. حلو جميل. ناخذ أحمد العتيبي. أحمد أهلين أختمي. أهلين أختمي. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. من وين يا أحمد؟ من الرياض طال عمرك. من عاصمتنا الحبيبة الغالي على قلبنا الرياض. تفضل يا أحمد. عاصمة الزحمة. في الزحمة داوم أحمد موظف ولا لا؟ اي نعم موظف. شلون مديركم؟ المعروفة. شلون مديركم؟ والله بفجرها لك وبكل صراحة يا أخت أمينة. أقف بفجرها لك. عندنا مدير شايب عمره 60 سنة، باقي 3 سنوات ويتقاعد. الله يعطي طولة العمر. لا والله لا يعطي طولة العمر. لا لا حرام كذا. لا معليش كذا احمد، انا رحت على اتصال. لا ما يجوز. مهما كان شوف، ما احنا كلنا بشر، احنا قلناها من الاول، احنا بنحاول يعني انسان بدون اخطاء. ما حتى احنا كموظفين ترى على فكره هم بيقع على عاتقهم مسؤوليات ومهام اكثر منا احنا ترى، لان زي ما قلتي دكتوره ريما هم اللي بيتحاسبون، هم أيوة اللي بيوجه. ايوه المدير انسان في النهايه وعليه ضغوط شديده. انا ما احاسبه. طب انت، هو احيانا ما في انسان ما بيخطئ، والمدير او القائد له اخطاء، لكن مش معناته انها الدنيا انتهت. صح. انا زي ما قلنا الانسان هو يقيم نفسه او ياخذ تقييمات من الاخرين ويعدل من نفسه، وفي النهايه زي ما قلت لك هو انسان عليه ضغوط، مطالب باشياء، فعشان كذا بيكون يمكن شديد شوي احيانا في وجهة نظر موظفينه، او بيكون قاسي عليهم احيانا لظروف معينه. يمكن انا هو بيجي يسالني على عملي فقط، انا ما مساءله عن اي شيء، انا بس فقط مساءله عن عملي، لكن المدير بيكون مساءل مثلا خلينا نقول عن 100 موظف، عن العمل ككل، عن المؤسسه ككل. هي كلها نجحت في وجهها وان فشلت طبيعي، وجهها في النهاية طبيعي، فعشان كذا هو عليه ضغوط. اكيد. عشان كذا احنا المفروض بعد احنا الراعي ونراعيهم ونحاسب انفسنا في البدايه قبل ما احاسب مديري. اذا لقيت اني انا مؤديه واجبي هنا، انا ادق الباب واقول ليش بتعاملني بالطريقه هذه. وفي النهايه البشر انماط مختلفه. صحيح. مستحيل ان احنا كلنا نكون نمط واحد او نكون كلنا بطبيعه واحده. حلو. راح اختم بالمسجات. يقول ان اقول ان كل مدير ليس قائد، ولكن كل قائد قد يكون مدير. قلة الثقة بالنفس قد هي ما تجعل الشخص سلبي، بعكس المتفائل سيصبح قائد. عزوز العماري. أيضا أنا أهم مميزات وسمات الرئيس الناجح أنه ما يدخل الأمور الشخصية في العمل. صحيح. زي ما قلنا أيضا رح تولد الضغينة وما إلى آخره. للأسف الوقت داهمنا. أنا جدا سعدت بتواجدك اليوم دكتورة ريما. الله يسعدك. ورائعة كالعادة، وإن شاء الله نبي زي ما قلنا أنواع المدراء إن شاء الله. إن شاء الله. من جد من وجهة نظر جدا مختلفة، وأتمنى أن الكل إن شاء الله بإذن زي ما الله. أنا استمتعت فيها أن يستمتعون فيها بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لك. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام. كانت معنا الدكتورة ريما أبو حامد، وكيلة الكلية الجامعية بالجموم، لا تديرهم بل. هذا كان موضوع حلقتنا لليوم. كل إنسان عنده طاقة إيجابية، لو وظفها صح رح أكيد يأثر في جيل كامل يخدم مجتمعه. ساهموا معنا مستمعينا الكرام ومع كل فريق الأفعال الخضراء على صفحتنا هيا نزيد الأخضر، أو هاشتاج هيا أندرسكور نزيد أندرسكور الأخضر. وكلكم خلوا قلوبكم خضراء عشان دربكم يصير خضر.
أكيد الشكر من الأعماق لكل الصبايا والشباب اللي شاركونا بحلقة اليوم عبر الاسم اسس وعبر مشاركاتكم الهاتفية وأيضا عبر صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على آت ألف ألف أم وآت أونلي فور مي وآت أمينة العبدالله. وأيضا الشكر من الأعماق للمخرجة والهندسة الصوتية أيضا مسؤولة عن الهندسة الصوتية فدوى بوغس. كنت معكم من خلف المايك والأعداد أمينة العبدالله. إن شاء الله رح ألتقيكم بكرة بنفس الحزة من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهراً بطاقات بلا حدود بقضية غدا رح نتناول قضية الوظائف الصيفية. فأمان الله.